رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا هرك سعيد، مستمرين مع بعض فقراتنا، ووصلنا لفقرة مهمة جدا. يعني احنا لما بنتكلم عن التحرش فأكيد بنتكلم عن ظاهرة انتشرت في مصر من فترة، يعني مش طويلة قوي بس انتشرت في مصر بقالها فترة. فكرة التحرش أو فعل التحرش هو مش ناتج قوي عن كبت جنسي قد ما هو ناتج عن عنف إزاء الأطراف الضعيفة، وكمان نتيجة أنه القيم والأخلاق اندثرت في المجتمع، ونتيجة تربية رخيصة وتربية غير يعني ما فيهاش أي اتقان للأولاد اللي بيتربوا، والفجر الأخلاقي في حاجات كتير قوي 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 حصلت، وكان نتيجتها التحرش اللي احنا بنشوفه حاليا في الشارع المصري. طيب خلينا نتكلم عن الظاهرة دي وازاي ممكن يعني نقضي عليها وايه اسبابها وكل الحاجات دي مع ضيفنا النهارده موجود معانا في الاستوديو دكتور علي النبوي، وهو استشاري الطب النفسي. صباح الخير دكتور علي. اهلا، صباح النور. دكتور علي، عاوزين نعرف من حضرتك معنى كلمة التحرش في الاول، بس نعرف كده المشاهدين معناها او مصطلحها العام. التحرش مصطلح عنصري طلع من زمان، يعني طلع في السبعينيات، في أوائل السبعينيات، لما كان فكرة العنف ضد المرأة، فكرة أنه عنصرية بمعنى أنه موقف من حد. العنصرية معناها موقف من حد. فالتحرش إيذاء سواء لفظي أو بدني أو حتى إيحائي، يجرح حد، يسبب حرج لحد، يسبب مشكلة لحد. حضرتك لما بدأت في المقدمة أخذت السادة المشاهدين في جانب مهم من التحرش، وفكرة الولد اللي هو بنسميه احنا قليل الأدب بيعاكس بنت في الشارع. نعم. لكن ده نمط، ونمط موجود، وأعتقد ده مناسب لفكرة العيد اللي فاتت، إنه في مجتمعات من البنات ومجتمعات من الصبيان بيعاكسوا بعض، بيحصل إيذاء لفظي، بيحصل اعتداء، وده مش بعيد على السادة المشاهدين اللي ما شافوش بعينيه، بيخش على اليوتيوب أول ما يكتب كلمة تحرش بس بتظهر فيديوهات كتير من ده. لكن عايز أخد السادة المشاهدين برضو إلى أنواع تانية من التحرش. فكرة المريض ما يبقاش المتحرش ده مجرم بس، احنا عايزين المجتمع ما يخلقش مرضى ما بيقدروش يواجهوا. يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم. يعني التحرش ساعات يبقى فعل انطوائي، واحد مش لاقي نفسه، واحد محبط، فبدل ما يواجه، بدل ما يبقى عنده مشاعر راقية بتطلع للخارج، تطلع في شكل فعل سلبي. طب ده نتيجة ايه؟ ما انا بقول لحضرتك الفراستريشن، الاحباط مثلا. احنا عندنا امراض كتيرة جدا، منها مثلا التحرش بالاطفال، يعني عندنا مرض البيدوفيليا. ايوه. انه الشخص عنده مرض نفسي ما يقدرش يشتهي ولا يحب واحده ست، انما هو يحب الاطفال بس، فده هتعتبريه مجرم ولا مريض؟ الاثنين. طيب يعني هي مجرم فيها ومريض، فيها كلام كتير جدا، لكن هو فيها جزء ضبط قانوني انه المريض يتعالج. ما ينفعش على فكره مثلا اقول انا مدمن وبتعالج مع الدكتور فلان فيحق لي ان اشرب حشيش واخد ترامادول في الشارع، هيبقى مجرم. انما انت مجرم وفي مجتمع في ضوابط له، انما مريض في اطر واطار يعني للعلاج ده. لو طبقنا ده حضرتك على المتحرش هنعرف هو مريض ولا لا. انت فعلا عندك مرض اسمه البيدوفيليا، يعني حب الاطفال، ودي كانت بتحصل كتير قوي، التحرش بالاطفال في الحضانات في المدارس، وده اللي خلى بعض المدارس الخاصه بل معظمها انه يعلن الاستاف بتاعنا كله ستات، مفيش رجاله، اطمنوا على اولادكم، الرجاله دول بس سكيورتي بره او الى اخره يعني. فبقى المجتمع عنده فوبيا التحرش النهارده. ايوه طبعا، اللي بنشوفه في الشارع دلوقتي هي ظاهره انتشرت، فممكن برضو تقول لنا سبب انتشار هذه الظاهره حاليا في مصر، ما كانتش موجوده بالشكل ده قبل كده. هو فكره ظاهره يعني لها تأييد شعبي. ظاهره يعني ايه؟ يعني انا لو ماشي لوحدي في الشارع وانا اخلاقي مش كويسه ولقيت بنت لابسه ستايلش كده وبتاع، فالمفروض اعاكسها، بس انا مش هعاكسها لان مفيش حشد شعبي بالنسبه لي. مفيش حد بيساعدني. لو معايا واحد صاحبي تلاقيه بيعاكسها، واخد بال حضرتك؟ ففكره تأييد الجماعه لده، ولذلك يقول لك ايه التحرش الجماعي. ما هي كلمه جماعي هي اللي خلتها تحرش. طب وبعدين؟ وبعدين احنا عايزين نعلم الناس من خلال برنامج هادف زي ده انه السلوك اللي بيجي وانت مزاجك كويس وانه حد يبدأك فيه لازم يكون فيه كنترول، اعمل فرامل بقى. فلو انا ماشي انا واحد صاحبي وبدأ يعاكس واحدة، لازم انا اجي له لا ما ينفعش تعمل كده، ما ايدوش.
لانه التأييد هو اللي بيدي الظاهرة الشعبية طب للحاجة. هو فكرة التأييد وفكرة التحرش الجماعي وفكرة انه المجتمع بقى بيصمت امام تمام التحرش وبقى بيسعد بيه، وبالعكس يعني ده بقى بيبقى حاجة يعني كأنها كده فيلم كوميدي كده بيحصل قدامه تمام ويقعد يتكلم تمام ويحكي عليه وينبسط قوي، ده جات منين؟ يعني تمام ايه اللي خلى المجتمع وصل النهارده انه فكرة التحرش بقت بالنسبة له فكرة يعني سعيدة؟ احنا عندنا حاجة اسمها الضمير في علم النفس، السوبر ايجو، ده مكتسب وليس، انا مش مولود بضميري، ده ضميري ده مختلف عن واحد زيي في سني وفي جنسي في امريكا، ضميره مختلف عني وعن اسيا عن استراليا. الفكرة في الضمير ان انت بتدي الشاب ضمير شكله ايه، يعني انت لما الشاب اللي بيتحرش ده او بيعاكس بنت في الشارع او واحد بيتحرش بحد في مواصلات عامة، ده نوع من التحرش تاني وده مرض نفسي تاني برضه هنقل حضرتك ليه بعد ما اجاوب على السؤال ده. المتحرش ده في خلفية ثقافية، عنده فكر وعنده تعبير عن الذات وعنده ضغوط وعنده رد فعل لهذه الضغوط. لما تطبقي ده على المتحرش هتلاقي عنده مشاكل كتيرة جدا، اولها نقص الضمير، الوازع الديني قليل، الوازع الثقافي يكاد يكون منعدم. يعني هاتيلي مثلا كده حد مثلا بيحضر دكتوراه وتقولي لي ماشي يعاكس بنت في الشارع او يتحرش لفظيا او بدنيا بيها، صعبه، مش هنقول مستحيله لكن صعبه جدا. لكن هاتي بقى واتفرجي على الفيديوهات هتشوفي المتحرش ده شباب متربي في منطقه شعبيه، المثل الاعلى بالنسبه له فيلم فيه الشاب بيعاكس البنات والشاب بتاع بنات، البلطجة. فهو عامل نوع من التقمص ان انا ده المثل الاعلى. انت عارف الشباب بتاعنا اي حد بيعمل فورمه شعر من المغنيين تاني يوم الفورمه دي تبقى موضه ما بينهم، يلبس بطريقه معينه، يتكلم بطريقه معينه، ودي يعني فكره. ده بيرجع للتربية برضو. التربيه ما هي احد الحاجات اللي بتؤسس الشخصيه اللي قلت لحضرتك عليها، يعني الاب والام هم اللي بيزرعوا الضمير الاولاني، وبعد كده الجامع والكنيسه والمدرسه، دي اربع مؤسسات هي اللي بتشكل ضميري، بتشكل ثقافتي، بتشكل انا شايفك ازاي، لانه بيسيطر على المتحرش فكره العدوان. طب هو احنا ضميرنا اتغير يا دكتور علي ضميرنا ماله؟ من فترة يعني طويلة فجأة اتغير؟ ما احنا ما كناش كده، احنا كنا بننزل الشارع وكنا بنخرج وكنا يعني وكانت الناس بتلبس وكانت يعني كل المرأة كانت بتمشي في الشارع ما فيش يعني في تمام. أمان، هو النهاردة ما كانش بيحصل ده. انا لما اقرا ادب وثقافه واتفرج على اعلام هادف هو ده مشكل يعني الإعلام لوجداني. هو اللي غير؟ اما هقول لحضرتك لما تقري مقال مثلا ان فلان باشا بيكتب انه الشاب اللي يقابل واحده في الشارع ويقول لها يا هانم الساعه كام بونسوار. او بونسوار يبقى بيتحرش بيها، ده وراكي انه كان في ثري شولد، في حاجز، في بارير، حاجز لفكره التحرش دي خالص. انما دلوقتي بقت كل الفكره وكل التعدي، احنا بنسميها في الطب النفسي ديس انهبيشن، يعني ايه؟ ما عادش في حياء بقى، يعني بقى سهل ان انا اجرح حد. وكنت بكمل لحضرتك فكره العدوان الداخلي، انا دلوقتي محبط ومتضايق فبدل ما اعمل عدوان على نفسي اسقطه على حد تاني بره. فالمتحرش عنده افكار وتشوهات معرفيه كوجنيتيف ديستورشن، هو شايف ان دي ميديا سيتي، دي وسط للتحرش، ده قليله الادب، لانه طالما لبست بالشكل ده تبقى هي عايزه حد يتحرش بيها. وعلى النقيض برضو على فكره في المقابل انه ساعات تلاقي بنت لابسه لبس مش هدفه انه ستايلش وبس، ده اتراكتيف، هو ده نوع من الامراض النفسيه اسمها الهستيريونيك بيرسوناليتي، يعني في نوع من البنات ما بترتاحش غير لما تتعاكس. لا لا ما فيش حاجة اسمها كده يا دكتور، والله يعني انا انا ما اعتقدش انه في بنت ده ابدا رايك الشخصي، بتنبسط. ده رايك لا انا احترمه. بكلمك عن يعني مستوى انا على بيشوف لي مستوى دلوقتي في البنات. التلفزيون اطباء وعلم نفس اداب، يعني عارف انا بتكلم علم لا ولا انت راي ممكن تكون شخصي؟ بتتكلم عن عينة من البنات لا لا، واكيد هي في معروفة، نوع، يعني في مش نوع بنتكلم على من اضطرابات الشخصيه، وده مصنف عالميا ما بيتكلمش على مصر، اسمها هيستيريونيك بيرسوناليتي، يعني هي ما بترتاحش غير لما تلفت الانتباه. اوكي ممكن اقولها لك بالانجليزي، يعني طب خلاص الاجانب ماشي، بيقولوها ازاي؟ لما تلفت الانتباه ان هي تكون مرأة جميلة ده مش معناه لا، انه اللي رايح لفت واللي جاي الانتباه هنا يتحرش بيها. الجميلات كتير، اكون هم مسميها كسنتر اوف اتنشن، شايفه سنتر يعني لو في جميلات موجودين، طب ما انت جميله لكن قاعده مظاهرك والبودي لانجويج بتاعتك ما تديش ايحاء بانك عايزه تلفتي الانتباه. انما التانيه تعمل نغمات صوت معينه،
بودي لانجويج زي ما تعمل حاجات بشعرها، تمام تعمل حاجات مفهوم. بجسمها، هي وهي بتلبس بتتعمد تلبس لبس ضيق ويكون برايت، انه ملفت للنظر. الميك اب مبالغ فيه جدا، فدي نمط من الانماط. انا جاي مش عايز اناقش ظاهره مجتمعيه وبس، احنا عايزين نشوفها برضو مرضيه، تمام وعايزين انه يا جماعه يبقى في دعوه للعلم ولتصحيح الفكر، تمام انه الراجل اللي ظبطناه في حضانه زمان بيعتدي ويتحرش بالاطفال ما ناخدوش نعدمه، ممكن يتعالج وممكن يبقى في ضوابط قانونيه على قد المرض ده. واحنا عندنا حاجه اسمها الليجل او الميديكو ليجل سايكاتري، طب نفسي فورنسيك جنائي. تمام عظيم. فانا عايز اضيف للبرنامج، لانه ممكن اي حد يطلع هنا يتكلم عن التحرش ان قله ادب، طب ما المشاهد عارف ده. انا عايز اضيف للمشاهد فكره تانية، انه في مرض اسمه بيدوفيليا، الشخص ده ما يعرفش يعمل علاقه جنسيه غير مع الاطفال. تمام في مرض اسمه التحكك، انه هو لا يحصل على لذته الجنسيه غير انه يقف في المواصلات الزحمه يتحرش بالسيدات. وده بقى هدف، يعني انا عايز اصيغه للساده المشاهدين، هو انت هتعتبره مريض ولا مجرم؟ هنعتبره الاثنين زي ما حضرتك قلت، لكن ايه المانع ان النهارده تبقى دعوه للي بيشوفونا، اذا كان ست عندها ابن بالشكل ده، واحده جوزها عارفه انه عنده النمط ده، تعمل ايه؟ نحوله لطبيب نفسي. بسهولة مش كده؟ احنا اتفقنا ده مرض؟ ما انا عندي مرضى بيتعالجوا بالشكل ده، انا عندي مرضى عندهم ده والله ونمط. يعني في رجال كتير ازواج زوجاتهم طبعا وابائهم وامهاتهم بيجيبوهم طبعا لحضرتك طبعا مرض البيدوفيليا ده منتشر فعلا؟ جدا، وبس زي ما قلت لك بيدوفينيا ده اللي هو الاطفال ولا اللي هو حبل بيدوفينيا ده اللي هو الاطفال، ايه؟ كلمه بيدو دي كلمه لاتينيه معناها اطفال، وفيليا معناها الحب، يعني اوكي اشتهاء طيب، يعني بيدوفينيا ده الاطفال يعني. بالظبط اوكي كده. في مرض شهير جدا يؤدي للتحرش وموجود والناس في غفله عنه واحنا بنشوفه، اللي هو انه الاب والام يخشوا في دور المسن ويصاب بامراض الخرف والعته والشيخوخه، وبالتالي يتغير سلوكه وتلاقي سلوكه جنسي، والناس بتفتكره انه تحرش وانه شخص قليل الادب وانه كذا، وده بتلاقيه راجل مسن في المواصلات يحاول يمد ايده على واحده، يحاول يتحكك بحد، وهو سلوك مرضي غير طبعه خالص. يعني لما حتى تمام حد بيعتدي عليه ولاده بيصدموا بده، انه مش ده بابانا، ده كان شخص مهذب وشخص كويس، ايه اللي حصل؟ اتفضل. تمام لا انا بس عايزه اعرف دلوقتي انه حضرتك قلت انه انتشرت ظاهره التحرش في المجتمع نتيجه لقله الوازع الديني، قله الضمير، و قلة الثقافة. وقله الثقافه. طيب انا مش هاجي معاك دلوقتي حالا ازاي ممكن اعالج الظاهره دي، بس هاجي معاك انه ازاي ممكن نحمي المجتمع من او نرجع المجتمع تاني القيم اللي حضرتك بتتكلم عنها، اللي هي اساسها اساس غيابها هو نتيجته كانت التحرش والحاجات اللي بنشوفها في الشارع دلوقتي. المجتمع في حاجة اسمها الضغط الشعبي، يعني كلنا نعمل فكرة واحدة، عارفة مثلا رمضان كده والناس وكل سنة هم طيبين، كلنا كنا بنفطر في وقت واحد ونتسحر في وقت واحد ولنا طقوس واحدة، بنصلي العشاء في وقت واحد، التراويح في وقت واحد، ده فكرة الهدف، كلنا ملمومين على هدف واحد. تمام المجتمع هو اللي بيرفض حاجة أو يؤيدها، والإعلام يقننها أو يعني يرجع يرجعها تاني. يعني مثلا في ألفاظ الناس بتقولها معروف انها عيب، ولما تسالي عيب ليه ما يعرفش؟ معايا حضرتك؟ انت فاهماني؟ فاهمك. الساده المشاهدين فاهميني. يعني في كلمه من 3 حروف لما حد يقولها لا يقولوا له عيب. طلع في الفتره الاخيره كلمه مزه. طب ما في اولها كانت الناس بتقول عيب، دلوقتي بقت بتطلع ومقننه. ما هو ده نوع من التحرش اللفظي. وقرينا في الجرايد اللي هيقول لواحده يا مزه هياخد سنه حبس. ايوه. هو الفكره مش في انك تطلع سنه حبس. هو انت عايز ضوابط اكتر للي الضمير عنده عايز عقاب، وده نوع من العلاج. اعلن ان في شرطه نسائيه زي ما شفنا، وفي ناس هتبقى يعني شرطه للاعتداءات. هتعتقد ان الاعلام له دور في او الاعلام المقدم من خلال الافلام والمواد المسجله اللي بتتذاع للناس؟ احنا عندنا حاجه اسمها التقعيد. التقعيد يعني الكلمه دي لو الاعلام قالها خلاص الناس تقولها، لانه النجوم بتوعنا قالوها. تمام. فهي الفكره ببساطه عشان ما اكونش ارهقت الساده المشاهدين معايا، انه احنا عايزين نرجع كمجتمع، وواجهتنا الاعلام ان لما نقول اللفظ ده نقول عيب،
انه الكلام ده لا مش ما تقوليش واقعيه وانك بتنشر ده. عايزين نرجع خطوه للخلف، عايزين نبص قيم انه لما تبقى بنت ماشيه في الشارع دي اختك لانها اخت واحد تاني، الواحد التاني ده نرجع زيك لقيمنا وهكذا. القديمه تمام. مره تانية. بشكرك دكتور علي على وجودك معانا النهارده. شكرا اشوفك لك. المره الجايه يكون عندنا وقت اكتر كمان نتكلم اكتر في هذا الموضوع، لانه موضوع وملف مهم جدا جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا كان معانا الدكتور علي نبوي استشاري الطب النفسي، واتكلمنا عن التحرش وظاهره التحرش اللي انتشرت في مصر يعني مؤخرا. سيبكم مع فاصل ونستقبل ضيف جديد في نهارك سعيد.